بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي كنت لي أفراد كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري باب كي كساب سنا إلا بوقضو أهل خير كالا لفريستو للا صاحبه إلا قدل بضو مركة قاركونا يكو دعيان labooqdo dadka la soo raacay iyo meelaha barakeysana khayrka lana in aan la moogaan oo laga warqabo. Wa Nabi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal an-nasu dadku bu nabiga alayhi salatu wa salaam ma'adinun wa qad qalimadiy wa usul asallu ma'adin wa jam'u ma'adinin ma'adin ka aya ma'adin lagu jamciya wa asal ka laga wado dadku wa asal iyo isri ka soo jeedaan way xididiyay ka soo jeedaan iyo fir bay ka soo jeedaan ka macaadin dhahab wal fidda sida gododka fidda iyo dahabka laga qodo kale dahabku sidii soo kale xidid buulaya la yiraahdo marka aad qayb hesho oo daba gasho suuq ku wado god weyn baad ku dhacaysa ama meel buu ku baabay shay walba marka wuxuu leeyahay xidid la qaado iyo asal uu galo iyo meel uu tago ka macaadin dhahab wal fidda sida fidda iyo dahabka gododkooda iyo asalkooda kale iyo xididkooda kale dadku marka iyaguna waxa weeye usul bay leeyihiin iyo abtiray ka leeyihiin iyo ansaab ayay ka leeyihiin dad hilib wanaagsan baa jira dad ka hilib xun baa jira yacni axad ka ka fallaago waa la arkaya laakiin wanaaguna meel loo raaci u leeyahay inta badan xumahuna meel loo raaci u leeyahay inta badan sida oday soomaali oran jiray fulaynimo way abtirsataa خيارهم خيار الناس في الجاهلية خيارهم أي كودا وناكسن في الجاهلية حلق إسلام ككهر خيارهم كودا وناكسن وهي في الإسلام إذا فقهوا مرك إسلام كفهمان خيارهم أي أخيارهم أفضلهم بلغوا ذا حلق الجاهلية نمان قويسكي يدادك أقيم أبضنا حق شرفت اللي قد ذاله وناك اللي قد ذاله قبنمان اللي قد ذاله وفي صفات كأيوه تلمامها وناكسن لها خيارهم في الإسلام لأنه حوي أضوج إسلام بأن هيسن الدين هيسنين طبعا عذا إيه غريزة ربي أكوه أبورا خير تعيل كأه إيه وناك تعيل كأه إيه اللبا أرمو تصريسة إنا الدورته إنا هذي يقول حق قبن مدي عدالة جرتو أضوء قلب أه وان إسلام بي آدان قعنكو هينين هداد تعلي مركز إسلام تنا كبسي في عمو لدكم مركوا السراسي وصوشا شكاي خيارهم أي أخيارهم في الجاهلية حلقي إسلام كهر كود أخير بناي حق مكارم تمك الله في ريال لقها الله أخلاق ذا وناكسن بار لقها الله إلا نبقى وحوري وحال الله يسوى درانا رمى يستره أخلاق ذا وناكسن لأتمم صالح الأخلاق مكارم الأخلاق إذن في الجاهلية وحي باقي هاي وناك هاي قبني ماها ننك كو وناكسنا في الإسلام نواكسي في عين هوي خيارهم خيار الناس ذات كقوة أول أكسن وهي في الإسلام إسلام كقديسة إذا فقه إسلام كهدي فهمان أو يكون رقمان والأرواح جمع روح نفط يا أرواح ذنا جنود وعظم مجندة لكل مي جنود مجندة كألوف مؤلفة وقناطرة مقنطرة أكله رئيسكم معنا أو لسول العليا جرة ألوف مؤلفة دي كمانكم لأروري لكم يي قناطير مقنطرة جنود مجندة واسدة وعيدما الأرورية وهي أرواح جنود عيدما وهي جماعات مجندة أي مجمعة وكوحو أي عيدما لسكينو إله أروش سبحانه وتعالى تروح تسيس الروح إن كهر ريس جسمك أرواح إذا كهر ريس حق أبورك شرك إيا قنك بن آدمك فما تعارف وحي إسقرته منها من الأرواح تلف وإسكد مهيا وحي إسفامي إسلاق بصدا ووضا الصعدا حولو وحال إلى هذا الدنيا أركا إسكو قرطا وارتنا وإس أرسان هيا حولو مركا إسوي مادان وإس أرسان هيا كد بدا إسفاما وإسراعي ريدو أن أرقي أرسان دي أرقي دي نقوم ويكتك هشو واسدا حولو واسدا دواق واسدا بنا آدم كنا طبعي إسكو فهمه روحي سأسفهانته هوس با الله وضع الله هيا إذن كو قولوا فكو نتاقين يا هاي باي نفتي إنو كلابودي أو روحي إنو كلابودي اسمها من فهمي سان هبل چين كيغا عوالا عده نيو هبل أنو وابن كهلا بلسو اجتاقي فما تعارف منها
أي من الأرواح وحيس فهمه إسلو جنقادة إئتلف هو إسكد ما ولقيبه ووضع صعدة وما تناكر وحيس قونسده إسديده إسدفره منها من الأرواح اختلف أسنوى إسمان رافا وليلا وحيليه وحلوه جيدا في عالم الذر إلهي سبحانه وتعالى أرواح مركو أبو ري قرآن كنوات المامي أحاديث نوات باحيري سلف الصالح ويكو إجماعا وحي خلافنا وأهل البدع إيانينا نكفر سنة من سلطة لقوق قادة سيدة بعض الأشاعرة وبعض الكرامية وبعض الماتريدية لكن السلف الصالح لم يختلف في ذلك إذن قرآن كنوات المامي سنظن ويت باحث السلف كنوات كن راعين وحيليهين أرواح في عالم الذر سلما أبورنها حيل قال الله أبوري سوتي ميد الرب سبحانه وتعالى أحد يقبل أنت كقى هذا هي الرب ينقلها ألست بربكم حيل قال وحي إسفهمي بأدونك أنا إسكفهمة وحي الروح حيل قال أنت إرصدين إسفهمي أدونك أنا إسكو أركان وإسفهمان حيل قال أرواح دي كلبودينا شركو ده أدونك كلبودين إسمه فهمان أو شو هول هوري أي جماعة من السلف يدا هذان قيبت مركع عالم الذر إنو تشري وعهد الله إسكا قاضيها مسألة إجماعة مثلا ده هنا يسورسدان ويسفهمين ووحي حقه يسكو فهمين أدونك يسفهمي وحي حقه يسكو ديدين هل كان كلبوذيان وتفسير لبعض السلف رواه مسلم وروى البخاري بخاري وحوري قوله الأرواح إلى إلخ من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كان أصوه مسلم من حديث أبي هريرة كورية بخارينا قيبت الضنبي أي وريا من حديث عائشة كورشة ومن حديث أبي هريرة كمورية سلاس إمامك كوشيغي محوك أنا ماشاني محوك أنا وحوك أنا ذاتك أو بابك محاك خسي حديثك بابك محاك خسي ذاتك أهل خير كأهل روح ضادية النفطاد وين أتكو قصبت إنا إلا شنقادا أو يفهمان أو يكاك دوادان أو ذن قون سنو ذكتك هذا إذكو أرقت إنا طبسان إيس أهل خير ك يدتك وانا أقسن طبعا عاد حن أو نجاس نما أكو جرتي وإلى إسكت جويس إسكت سافف جريس وإسكت نقضه صير روح هذا واجد دم أقول الله اللي ينطي أقو عرب سنتو إن اللقب سنتو فهنتو دتك أهل خير كا معناها سو شيخ حديث كأوكان صدي شاهدنا وحقا دقنا يا الأرواح جنود مجندة هدي عاد خير كي دتك أهل خير ككبر ضدنا وحيتوس يصدون طلب إن اللي يدتو الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لبض فقرة الشيخ والدليشنا يا أصل كادئونو دون تادو اللي ده تؤذن طبيعة في عينين وغريزة ده طبعي فاسدة هاي يا فطرة ده المغيرات هاي أقول لبدلي بيكتو سيسا معايا لي روح أهل خير كا يسي سوى طبعي وانا أكسن لخير كمرد بسدوه أساقا إس تهمة أساقا إس إيدي هدي روح ده يا نفطة ده يكبو إس خير كنا شيطاني بلايا أوكب قلية نفطة ده الليل وعربي وكاعت كوه أهل خير كسر اللحي بالشيخ وكوليه وعن أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر نوالي هذا أسير ابن جابر نوالي وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة أسير بالأورن هيا وهمزة كباد أسير واللقودي سين كأن دمعد الله هين وعلى كرد هيا مرك أسير ابن عمرو إيه أسير ابن جابر لبضاس بوالا شيخ وحون عام كوية عند أهل الكوفة أسير ابن جابر بوعان كويه سيد الله بدينا ونسبة إلى جده نكم أو أبيه وعمر أوجي ومرك جابر مرك وحوعان كن نقضي إن الله أنا يو أوجي ولا يدا هذا وصير ابن جابر لكن أبيه وعمر وصير ابن عمرو ابن جابر ويأس الكيسو وتابع من كبار التابعين سيد يحفظ بدن تلمامين لكن رؤي له له رؤية جماعة من السلف بات المامي وأهل الحديث وحيلي وابا الصحابي من حيث الإدراك رؤيا وله لكن حق الرواية صحاب بوحكا ورية سيدان واجر وان قديم الطبقة ومن كبار أصحاب عمر وابن مسعود إن كان أصير بن عمر كتب التراجم مركز الله يسانا يصير بالله يقانا أصير مرهان يصير يا إن الآخر يصير ابن جابر يصير ابن عمر بالكتب الحديث والرجال كو أركيسا إنبضان مركا همزة دي بقى لفوذيو يصير لسكجيري لكن أصل وأصير ابن جابر أو ابن عمرو ويا ننكاني مركا وأصحاب عمر وابن مسعود من كبار أصحابهم وي ولبا آد وحكومة تليجري عبد الله المسعود بآد ومتليجري ومركو قوبها فريسو حديث كي فقه أحكام تكاه الله هاي وحال حسوسا جريبا لعبد الله المسعود فقه سي علم قيس إلهي بعض التابعين إلى هذين وبقي يرابا وسيدا وها الله هاي هذين لكل مهين بدئوا بها ككيانا محمد مودان
badu biyaha keenaya ku wadaan Abdullah ibn Mas'ud bay ku jeedaa ninka sida ninka weyn ninkan qaala yusayr wuxuu yiri kaana Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu idha ata alayhi hada yimaadana soo maraan idha ata alayhi ala Umar amdad ahli al-Yaman gurmadki ree Yaman amdad ahli al-Yaman amdad wa jam'u madadin jam'u madadin madad kuna wa ninka ciidanka ku soo heliyay soo gurmada markuu dagaal meel ka furto ka bilowdo oo furin dagaal ay dhacdo dadka muslimiinta ama kugu haybta ama islaamiga kugu soo gurmada meelasha shaqo yimaada ayaa madadka la yiraahdaa gurmad waa taqaanaan idaa ata alayhim haya ila khilaafada sayidina Umar saliga military oo weyn ee muslimiintu ka duulaan markay dhulka qabanayeen khilaafada Umar Iraq bay ahayd Iraq ba marka la isku iman jiray dadka ka imanaya koonfurta Yemen iyo dadka ka imanaya geeska jasiirada Carab halkaas la iman jiray kadibna waa laga duuli jiray Turkiga Azerbaijan dhulkaas loo duuli jiray ayada salig ahay marka halkaas la wada tagi jiray ida ata alayhi haday soo maran Umar asagoo Madiina jooga amdadu ahli Yemen ree Yemen gurmadkoodi ciidanka gurmadka Yemen ka imanayay leeyamootay islaantay saalahum wuxuu weydiin jiray gurmadka ree Yemeneed haduu arko ama xaj kula kulma ama umro kula kulma ama goob la isugu yimaada Madiina ay soo maraan afiikum Uwais ibn Aamir maydun ku jiraan in la yiraahdo Uwais ibn Aamir Uwais ibn Aamir ibn Jaz'in al-Muradi Uwais ibn Aamir ibn Jaz'in al-Muradi wa nin reeya maneeda oo reeka halaana oo ree sabaa suratu sabaa dhulka laga shakiyay oo ka soo jeeda qoyskaas una ka dhashay wadaadka la yiraahdo Uwais حتى أتى على أويس حتى أتى على أويس إلى واجد دنبه وسود الاستاج أويس عمر باسود الاستاج وصابك وحوقها سيدنا عمر ساس ومرك اللي جاد هلكم وحايم عيدا قرمة الرئي ما نيد أه مرك اللي جاد ورادن شري أصوب مال نحق هذا هي عيدا فربضان والرئي ما نيد قرمة مال فردية نحق سعده وحوي دينية يا سيدنا عمر فرس كوسان كرباش كيسي باكر دعيبا ليدا اما اويس ابن عامر المرادي فرس كوسان رابا وحا كدعيبا ليدا كرباشكي متكود با وحا كدعي كي كلا اوقاداي اما عمر با كدعو اويس با اوقاداي وسو قبطه او ديباي مركاس و خول كوماتاي مغاعا عمر با يدي نينكادن اوشي اي ديبايو مغاعا وانا اونو غوبهايا markaas uu Uwais ba la yiraahdo adaaban ku raadinayay buur bagaad usha igu dhiibtay saasay isku heeleen baadi goobki badna sidaas waa riwaayad cadiga tilmaamay hatta ata umaru ala Uwais ila Uwais ka dul dhacayo halka ay ku kulmeen faqala umar wuxuu yiraahdaa anta Uwais ibn Aamir miyata Uwais ibn Aamir miyat wali Musa narag mamqal nabiga u sheegay xuquu nabigu sii wayay min akhbaar al-ghayb saadir qurtubi wuxuu yiri hadaan nabi maxamed sheegi lahayn oo u abtirin lahayn oo magaciisa iyo qoyskiisa iyo tilmaantiisa iyo xilligu imanayo iyo xilliga la kulmi intuma nabigu uusan sheegi lahayn axad ogaan laaba ma jiro wax ka warqabi lahaa ma jiro qaal xur nacam Uwais ibn Aamir baa la yiraahdaa qaal Umar wuxuu yiri min muraad oo reem muraad miya tahay Uwais ibn Aamir oo reem muraad ah ilaa magaciisa waafaqi kare ثم من قرن هذا نرى قرن كسيء وهذول يعني ما سومالي باتها أوريه بلا ها أوريه بلا هو سبب ده جيسا طيب إنه مركز طبعي ها وحنقول لنا وحنقبل لو نأبتر كماشة فك بينه قبل الله بينا عرفتوا إن قبل دلنا تاي تشيل بكي قبل الله هاي مركز قارك ودم مركز هي كروف فاية مرنا سيدور نوكلي إعلان وحولي مركز من مراد أوريه مراد كذا شيء ثم من قرن او ري قرن كدشميات اويس بن عامر او ري مراد او ري قرن قال نعم بورز ما هذه وابترس نينكا وانيغي قال وحول عمر انت كو هري ما هذا ابترك هذه ما عاد بان هيا تلمان لا يشيغنا وارادن هيا كو فكان بك برص برص ميا لهان جرت برص جرك ميا كو غنكا ميدب كميا كا تغا جرك هذا او برص بعد لهان تو قبي جرتي فبرأت منه أتكبك سوت إلا موضع درهم شلن إلا صار موين شلن إن يرو قران قرو صاو وقارن موين أنت كلمتك إلهي ميكوس علي وبقع في ما ضي برسك قال نعم بور برس بان قبل شري وان كعا في ما ضي أنت أدمودشين إلا صار إن لا
ayaa igu dhiman. Qaal Cumar wuxuu yidhi laka waalida, hooyo miyaad leedahay nool oo joogta? Aabbihiis wuu dhintay. Qaal wuxuu yidhi nacam, haweenay dhashay baa joogta. Qaal wuxuu yidhi Cumar, hadda idanku waa helay hooyadii, tilmaantii baraska, magaciisii oo saddexan, reerku ka dhashay, meeshu ka imay, wax dhan baa loo sheegay. قال عمر وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كله لما مقل ياتي عليكم وحايدين دين صومر دونو ايدين ايمان دونو اسقو دول دولما دو قال كو دوليا ويس بن عامر ويس كين عامر اها يلا ايمان دونا مع امداد اهل اليمن مع امداد اهل اليمن قرمت كريه من بون الله سعون دونا قرمت كريه من ايدين من دونا ايون لجيرا من مراد قيس كريم مراد بونا كتير سنيا كذا شيء ثم من قرن ريا قرن بونا كسي هاي كان به برص برص بكؤل جروجن كعضا مدب كيسا اسبدل وحنون كاسا كود عين فبرئ منه عفوا فبرأ منه وكبك السدي منه من البرص إلا موضع درهم شل إن لصار موية له والدة هيولة هاي هو أصوى بها بالوالدة بر وإحسان فلو بر دل هو المبالغه في البر والاحسان بر ادي با لغا دغه يا او شو قدغيدي احد كمرك ادي ادو خل ليراده والدك انو بارن سمي يا برق ليراده له والده هو له هو اسو بها بالوالده بر واحسان فلو بار وياي لو اقسم على الله اله ادو وخ كغه دغو لا بر اله وا اسي دايا اله سدا اي اله ادو يراده او ربي كو دارتو اله وا ويليا بمعنى وا مستجاب دعوه ومن مجابي الدعوة ضدك الدعاء والله أقبله إله أسون كسو علنين أيون إن كان كثير سنة ويس القرنية لو أقسمها دو قدرت على الله إلهي وحو قدرته إسكدت إله واكاه استايمان تأيسي دا أويد هذا لا أبره إلهي حرق أسيد واكي له وأحسان فلا إلهي بأحسان فلي فإن استطعت هدد أو دعو مرو أن يستغفر لك الدنب داف ربنا كويديو فافعل يلبى الليل لأنه دنبي لا يفكر ربك هو دي وأقبل ومستجاب ولا أجيب يا كفائدة صدق صومبرو هذا النبي قال سيدا كم مغلية فاستغفر لي دنبي لا يفكر ربي هو يدي بوري هو يسو فاستغفر له دنبي لا يفكر ربي هو يدي حوري غفر الله لك يا أمير المؤمنين رواية حاكم بعض غفر الله لك يا أمير المؤمنين مركز عدونا الله قولنا في عمر ناسنا ودعي فقال له عمر عمر بوحو كيري أين تريد حقيقة هذا وصعتها حقيقة ربطها مركا يمن بكين رواية مسلم سيدة تلمام يسو رواية كقار كودنا وحي عدين وانا سيدة الصح ذي كوفو كيم مركا يدا أصل كيسورة يمنها كيمات وقرمت بو قيمت عراق وصلي قايد بو تغي كوفو فدين مركا ومركا عمر الله كل ما هايو كوفو كيمت ومدينة عمر كل ما أمام مكي كل ما كدبنا كوفو كل عبان دونا ساسا انا صحا روايت ساسا لكن واحد مويس ما كل قرمت كريه من توسكي اوغي من يمن با انو عمر لا كلمي او كلا كلمي مدينه اما مكي حجاز اسو كوفه كسو نقدي او سو عمر استام سو حجيبي عمر كلمين اصل كيسو نادي يمن بو كيمو غرنيس عمر وحور اين تري حقيت هذا وسعته ربتا قال وحور الكوفه اوجيدو صلغي دملتري هيدا مسلمين تاي كدول هيين وخي قرمد با ايتغ جيرين قال عمر وحور الا اكتب لك ميان مان كو قورو الى عاملها امير كي كوفي جو وراق مان او قورون دهو بل لا عاويداد كاسو ارد بخيسي نولشيسا لغا ورقبو نمبر كايسون مسجاب الدعوه النبي وكدر دارمه وي و خو دم عمر انو يدادو ورمكو يدين يما دوادات كاس هل لو ناجيو الا اكتب لك اي وراق مان كو قورو وي رساله يا فرين كو سابسن نينك الله حرميه مندان غوني الله سيي لغا ورقبو نين زاهد عابد واه ان ادوي شغل كله هي قبل كان مركو دحو وينو كشكين دوناي غوريغيسا وخي ياله اما درا اما دوني ايو صدقين جيري غوريغيسا وخي ياله هبينكا ولا سو ديلمدو اما درا اما دوني وخي نولشيسا كبدان هبينكا وخي كيد كلا وخي كديرادو بخين جيري قريعدا بريرورتا ما دغان هي aa wuxuu ku cid galo wixii ka badan uu bixinay wa sadaqaynaya dharka inta korkiisa saara inta kale uu bixin jiray dhaqan ka soo laazayd caabid u ah ijawabtu soo firso qaal wuxuu uwais akunu fi ghabra in nasi ahabu ilayya
أكون في غبراء الناس أحب إلي. عمر محمد ربعين وحرمي وقدري ووالي قدرنا يمشى كتليا قبر نطر ولا نكاس علماء كورقب وحي حسابنا كسر ضلع بيت مالك بنك المسلمين تا دولة مسؤول كان نكان ولا شيء بو عمر ربا أصنع حوار كوشا أيضا هنا خطر قط هاي أو كعام بحاي أو لجو أغاني أصنع إنه قرصنا ضو إلهي أسوي سكور قام بس الربا أكون لأن أكون لأن أكون إن أهذا في غبراء الناس ذلك قوضة دهصون قرصون مقعان لغبراء وأصل كيدو وعدولك إيا التراب تيعيدوه ذلك إسكاب بصاصين لغا ورقبين لدوروفين اللو دقيلني إنان كميت أهذا أي أحب إلي من الشهرة وي إنان عام بحول لي برطو حانكتش على هاي إنان إسكالي برسانادو إسكا قرصونادو مسلم خاملة أكون أن أكون في غبراء الناس وحدي كرتا في فقراء الناس ذلك فقراء إن لحرمين لقيمين إن أن كميد هذا أن كتش على إن أن مغضوه مقعان يشأ ما غير نغضو إذن عمر واد داي وأود داي إلا أن تلمامه ربايه فلما كان من العام المقبل سنة كسنة كحيقي مركي لقاري فلما كان من العام المقبل فلما كان العام المقبل ويادي معناه لو جده سنة كسنة كحيق مكي لقاري حج رجل نبا سوحجي ومن أشراف أشراف اليمن رقم مقع على ري يمن يده وانمي المأذير رنائيين ويس القرن رواية كحديث كعدي نين كان أشرافت القوز شيئي وانمي المأذير رنائيين ويس القرن وانين كأغل لبضنا يوذاتك ويس نفط أوكياني هذوارك أويس ولا تاع نمن أغنياء وحدي شري عبادي سي يعمل كسي علمي يسوح كعنا هيا وذا دها سوح تذكر سوح كقاضنا هيا هذو فقراء سو ولا شو وارك حدي شري درك جحام بفقراء ذاك السر هيا يقوس كم دقة هيا فقير نما دوله وحدي أدين شري أد بودي بشري وأنا المادرنا كوفنا أمير كأها والق عامل كسرية من رجع كحجة أهم مسؤول بوها. ابن دولت قالوا علوس وين أنا ديركي. بين آدم كأدون كتشنين كأقول بنان كازوها. واقدم بويس القرن وحو سمين شري مركو أركميل كين ديركي وتشو. وهو جنتر ويس قرن شري. مركا وتشو دوبن شري. مركا سلواس ذي. أسكان دم بيوقع بقيه. مكوي أركوي عاي ويقول حد جود دم بيأكسو جاري. مركا إن دم باشي عندي دنه قرن شري. هو عند شررنا يا وها جوجنا يا إن أدرك يوسف كقدم بابين هو شايدك ما ديال إنسان يا شن من كاره من هي شرع كامر هيو حسابين واتقرن إنسان دول قادك فضي يعني وأنا قبلاش لقومه لين دول قاد يا الصبر حج رجل بسوحج من أشراف أشراف اليمن الكوفيين وادد الكوفيين تنقضى كميدا فوافق عمر عمر بالله كل ما نينك كوبك من نينك رأي يمنيت أشراف يمنيت كتر سنة أي أويس المدير كآيين أي عمر لك كل ما فسأله عن أويس أويس بويتي حور كور نينك أويس القرن لها فقال نينك وحوري نذير كيها تركته أويس بانكسو التقي رث البيت قولوا يسوع بساسا ما كسرت به قائل متاع العرب يروح ويلا بوسن شري درين بقطال إيو يروح للجرام وعي مالا نيم وين فريسة مالا نهيم بو مالا نهيم بو فدي بور دوانين كيبر بكرة جودات كنفط أو كانوا كحجابني يو عمر لكل مايا تركته هو أن كسرت به رث البيت رث رثاثة دي بدل وعيس كمت وبساسة باهية ذا كام وقتا بساسة باهية ذا كام وقتا شرك هذا أما جن كذا أما جوجش هذا أما جورج هذا كم قتال ليه هذا؟ جورج يسوع بساسا من كسرت جيب وده قيل متاع عربيير وح أجابه يا ويا اللي يا لا منه ما ترتبه أجاب كسرنا وياري هاي أصوغنا وأرضي هاي جورج يسونا وخليبه قال وحر عمر عمر نينك باركينه الدنيا ذا إلا وإنت ويس نوسنا قوانين نمر بقول فنا يا مرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الله والأمان مقليب يأتي عليكم ويسون ويس بن عامر بايدين إمان دونا مع أمداد قرمد معيب إمان دونا ومن أهل يمن رأي يمن هذا من مراد قرمد كاسو رأي مرادا أما أساق من مراد تصدق أما رأي يمن ورمد عليسا أما عامر ويس بدو عليس بملا ثم من قرن رأي قرن كا
كان به برص برصب كؤول جري فبرأ منه وكبك السدي إلا موضع درهم هل درهم هل شيء لما الله صار موين حضنت يا عين مشى أيضا هل كحضنت أي رواية كحديث كعدي له والدة هو يولي هي هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت وإن صوم الراد انتاس فإن استطعت داود أن يستغفر لك الدنب داف ربينك هو يديه فافعل يه فأتى أويسا يا أوتي كي شريف كا إن أدير كيوي ندير كوحباها لي نيكو دوليسنا يي وكحد قد بيي وحال لي نبي محمد باوي هلا قد عيشت نبي محمد باوي هلا قد عيشت سيدنا عمر بابا سيدالي فأتى وحوتك ننكي ريا مانيدا ويس إن أدير كيها ويسا بوتك فقال وحجيلي استغفر لي دم داف ربي ويدي ادعي قال وحوري أنت أديك أحدث أديك عصب عهدا حق الزبن كي يحلق بسفر صالح سعود الوناكسن أضاب هذا حج كي يميدي سنة لك هو قد عين بول حديث بان بان كنت من ذلك حجاجة إن لقد عيزته على كلام في صحتها حاجقة ولو دم بدافا يروح دم بدافا لو يديا حد كتمت حاجق انتو صور نقن ان كدو عيستا دم بداف ربها يدين ويديانا حد با كتمت على كلام في ساحتها اذن وحوي لمركة انت اذقا احدثو كدوي عهدا حق الزمن كي يحلق بسفر صالح سعودا لوناكس هذا هو الحاج كتميدي اذا اقامض ان لقادو عيستا دقا نو دعيب فاستغفر لي دم بداف ربي ويدي فاستغفر لي دم بداف ربي ويدي قال وحور وركا قبح ويسو استغفر لي حقبان هيا هي. انت انا وندارك كقائن يدعي قال ويسدن وحكو علي انت احدث عهدا بصفر صالح فاستغفر لي هذيك كعصب حق حلق الزمن كسفر وناقصون حج ايه يدعي دم بداف ربي ويدي وكو علي مر لبعض مر صد حاد بكو علي نك عطسي قال مركو ويسوحوري لقيت عمر أي لقيت عمر مع عمر بالله ولانتي همزو استفهام قد قدر يسا مع عمر بالله ولانتي سأذكر الرجيم ما أركي حب هذا يسا إذا تنا كوع الدين يسمينه مركو ري عمر كل مهين يمرك الدنبنا وكوفة كيمد يمكن الرجال كوف أمرك أيضا قال وحوري إنك إن ذيرك أن عم عمر بالله ولمي فاستغفر له ذلك بعد مداف عفوا فاستغفر انك بعد مداف الى يود الله هو دم مداف ابوك ففطن له الناس ذلك بقول لك يا شو ولا فاهم انك سيدنا عمر كضل بها يدعده النبي سيدا كيري اي احد والبر هي من عمر اوتيون هي انك ويسا كورم اولي هاي ذلك بقول لك كذا هو كبقايات فانطلق على وجهه وجهه سوق دقاق ذلك بكد حب حي كوفو كعروي كوفو كعر انتم كوفو تشوغي نلا يقانوها تابعين بدن باك شيكي وابو نضر كمدي هاي وحور انو ما نك يقول ريسين نك الله كل ما ويسا مساد وينو كوفا كو يالا هي حلقه وينو كو تالا فريسن جيربول وعديك كسودان اسك دغيستا حديث كان دغيستا وان ودا مال ما قار كود بو اسغو حلقه دا كهل جيربول اسغو رات له ان بساسن وعلى شحجان اسك واتا هذا الكيسة إتابن شريم هذا الكيسة إسامين وانهم بيقول رفن وإذا دهك لوركوز إما الصلاة إما التابطه ويقول سكروا دعيا أصول لكن بيركم بطين بري واجد دمبي أيام وهاي بوداتك وحاري بوداد وايد لو يمالهم كي مساعد كن شو شو هذا الكيس مصيبة ضعها حقيقة بحاي ما تقنا ما نقنا ما قنوا يري أنا قال نقان أويس بالي هذا ونمي إلى هذه ونقاس وأن رباي سيلو وذا لقي يصير كنا كم ذا رجع سيدا كبرت يصير كذا كشيء كيني قولي جيسوا اللي جاي بدو مليار ودقنا مركز ورني ودني وعد في عم بعض هاي ذبريان وان كواي محاكو هلاي حوره هو شاكب حوم محاكو درن يو حلا سبيح وذا مليان وقاعد مسكين بان عالكي ان لها ان كسو بحي جرسي مرضا بان كسو بحنا وان وايب حالو قبو افر مسكين قرب اسكرح بريست حلقية مساد قمرك قرمي مادا
markii baan anugu dhar siiyey buu yidhi intaan aan wado anugu quruxsan oon u soo iibiyey baan faraha ka saaray wuu diiday buu yidhi hal macawis baan markaan ku dhaartay iga qaatay hal macawis hal macawis markaan ku dhaartay oon dhaqaaqi waayey wuxuu yidhi iga daa macawista xataa waan eedi iga daa buu yidhi oo maxaa jira kiyaan adarkeed baa igu caayay iga daa buu yidhi oo dhii salaadiisii buu dadka intuu ku baadhay uu macawis soo helay iska kaydaa waan aamini waayey buu yidhi inaa keen buu waa macawistii buu soo xidhay goo yarna wuxuu soo saartay tunka meel qolihii ay qaraabada ay joogaan buu soo maray daylakii wuu isa dad maanta soo dhacay anigii baa mar qolihii ku fakaday buu yidhi wax ingaar baad qabtaane cidna ma dhiciin dhaar iyo kitaab qur-aan iga qaata darteeda waadadka faraha ka qaada nimankan si adag oo la dagaalamay buu yidhi nin la imtixaanay baa uweysku oo sabir badan ninka sidaa yeelayaa nafta laga goynaya markaasaa idinkood waxaad doonaysaan inaa idinkoo badsan oo waxba qabin oo laydin xageni aad nabad ku joogtaan fanalaqa wa u dhaqaaqa calaa waji wejigiisu u dhaqaaqay hebel awe hortiisu u dhaqaaqa la yidhaha marka aan war loo hayni meeluu aaday hortiisu u dhaqaaqay riwaayadii marka intaasuu ku rawaahu muslim in yaroo uu ka tegay baa jirto yusayr uu xadiid ku daray oo muslima ku jirta oo xaakim muslim baa ay wariyaan fakasawtuhu burdan fakaana idaa ra'aahu calayhi insaan qaala min ayna liuweysin haada macawista lagu haystaa macawista anu ahaysa weliba oo ku dhaartay ee dhaar uu ku qaatay baa ruuxi ku arkay war xaggee buu ka keeray oo qolihii dhibaya ilmaadeertii maogtay waxaa la yidhi wadaad sheekh waxaa lyi waxaa ugu daran he sheekh waxaa ugu daran baa liyo ugu xurma daran oon xurmaynin ilmaadee tolkii iyo xaaskiisa tolka ku xurmayn mahayaan qolihii isla soo kortayne ku dhalay ama kula dhashay isku ayniga ayadeen ma xurmayaan wadaadka adoo yaroo qaawan bay ku arki jireen oo futada qaanjeer ku leh oo meelaha ordahay oo qundul dheer hadhow sheekh baan ahoo caalim baa kaa dhagaysan maayaa kiina hebel lahaba iska leeyihin waa ilmaadeerta iyo tolkaa dhibkaasay qabaan haweenayduna iyadu waxayse kuu xurmaynayn hadda sheegi maayo idan intaas aan kaga tagno wa fii riwaayati lmuslimi riwaayada muslim waxaa ku yimid aydan ku noqo can usayr usayr yusayrna waa la yidhaahdaa ibni jaabir anna ahal kuufati ree kuufo wafaduu calaa ilaa cumar cumar bay usoo wafdiyeen marti ahaan bay ugu yimaadeen booqasho wa fiihim waxaa ku jira rajulun baa ku jira miman kaana yaskharu biuweys wa fiihim waxaa ku jira ree kuufadaas yemaniyiinta ah nin ka mid ahaa dadka ku jeesjee jiray quursan jiray uweys miman kaana yaskharu biuweys dadkii quursan jiray ama daraabi jiray uweys faqaala cumar wuxuu yidhi waa nin adeerkiibuu ahaa waa idin soo sheegay faqaala cumar wuxuu yidhi hal haawna axadu meel qaraniyiin war tolkaan iyo wafdigan ma ku jira nin reer qaran ah waa qoysku ka dhashay uweys hal haahuna axadun kobtaani ma joogaa axad meel qaran reer qaran ah fajaa'a dalika arrajul ninkii baa yimid qaraniga ahaa iyo ilmaadeerka ahaayeen uweys faqaala cumaru wuxuu yidhi ina rasuul lah sal lay slam qad qaala wuxuu yidhi warkii uu ninka sheegay ayaa meesha ka maqan riwaayada xaakim iyo keyrkiiba caddaysa ninkii baa wuxuu yihi sayidina cumarow ninka aad sheegayso maxaa kaa khuseeya goormuu gaadhay ba uweys xilli uu amiirulmuminiin inuu soo hadal qaadaba miyuu astahilaaba in goobta lagu sheego akhyaartu ay fadhiyaan ninkiibuba ina caddaynbuu bilaabay waa ninkii nadeerkii ahaa war warmahaysida aamus buu nabigaan ka maqlay qisadu waa sidaa markuu ninka u yeedho ninka ma taqaana waan aqaana waa in adeerkii bil uweys laakiin waxaa la yaabanahay cidda warkiisa kusoo gaadhsiisay iyo ninka musiibada ee khaa'inka waxaad u sheegayso edii weydiin wuuba xanaaqsan yahay wuxuuba ka xun yahay uweys warkiisa waxaa haya madaxweynihii muslimiinta tiibuu ka xun yahayba faqaala cumar wuxuu yihi ina rasuulah sal lay slam qad qaala rasuulka ilahi wuxuuna yidhi ina rajulan yaatiikum min alyaman nin baa dad muslimiintiihiin yaman idinka iman doona yuqaalu lahu la yidhaahdo uweys lagu magacaabo laa yadacu bilyaman markuu soo duulayo ee muslimiinta u soo gurmanaya kaga soo tegi maayo yaman yaman kagama soo tegi laa yadacu bil ay laa yatruku bilyaman yaman kagama soo tegaya khayra ummin lahu hal hoyuu kaga soo tegaya arxan kale iyo aqribo kaleo wax taraysa oo hadda isagu mas-uuliyad ka saaran tahay hooyadii un baa ka jirta wey hooyadii waa haweenayda ka reebtay birigeedii ixsaankeeda uu ka reebay inuu nabiga la kulmo wuu la kulmi karay xagga da ahaan nabiga nolol buu ku soo gaadhay biitifaaqii
المحدثين سوغي وجود كويس إلى خلاف باكتر وثل ما بدوناي نولب النبي كسو قاري وونا سوء وونا إيمان كري هدوه يدي كسور دقاقه لكن النبي حلقة إن لوسو يريد واجب ما هاي حلقة صغر نولا واجب ما هاي هو يدي بر قدي إحسان كذا واجب بوكوها لابد بسو ميزامي صدرت يد بوكوهر هو يدي بعد وفاة رسول الله ابن مركة آقا صغلي وصحابة لك المي صدرت يد مركة اللقوية هذا طابعين بضنبا وحكوله يجينا مكا يفضق يسيا خير كيسا أركيه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نبي كم قشي نوشك بيدي جريت مركز اوي جري انتو علم يوديت النبي محمد لبانا كل من حديثنا كمان مقل لكن اصحاب تيسان كم مقلي فيهم عمر ورقب الترنجر فر عمر كميد يا فر بدن ساس اوي قعدين جري ما كان النبي قال شيغنا و علم جري مركب حا ودي دي برغه يدي بالله سو دقاق واي واجب كاسا قبصدي قد كان به بياض عديم باكويا البعنا برس باكويا اللي فدع الله تعالى إلهي ببريه فأذهبه إلهي باكتك سيحانون كقصر قاضي إلا موضع الدينار أو الدرهم وشك الراوي شيوخ المسلمين كم إذا كشكي سوابكنا وموضع الدرهم فقط فأذهبه الله إلهي باكتك سي إلا موضع الدرهم درهم ميلا سارة وحان كأي لأنه الدينار درهم باكلا ويناين فمن لقيه ننك لقلمة منكم وإذنك إذن كم إذا مسلمين فليستغفر لكم دم دافر بايدين ويديو سيدنا عمر دم دافر بيكو ويدي ستو صلى الله مدين كل يقول ما خصيصين سيدنا عمر وفقيه وأصولي لفظك عام كأه حطابنا يا أفراد أفراد وطابنا يا عمك لفظك وحكينا يا العموم الأعيان بكينا يا والأشخاص وصفك مربع دين الله يعلو وفي رواية له رواية مسلم له وحاكى لكي من عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسوكوا إن خير التابعين تابعين تمتك أولا أكسن صحابتك الصرعة تابعين ليدا هذا إن خير التابعين دعا اللوج مفهوم كإصطلاحي قال إن خير التابعين تدك الصرعة صحابك أخير بدون وحاوي رجل يقال له لقمك عرب أويس ليدا هذا وله والدة هو وليهي وكان به بياض وإذا وحلو شيء وحوي هولب ضنبا لقيه له لقفة إيديه وذات كان وا وكون مشغولي برقدنا إلهي بكبر كي حنون برس وقبج فمروه فرها ضل أركتان فليستغفر لكم دبنا في ربيدين ويديه قوله أويس 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 غبراء الناس بفتح الغين المعجمة غين كغين كدبعد على أول كورنبو وإسكان الباء وبالمد بعد أنا لا ريبه حقنا لما دوا غبراء ليدا غبراء ليدا أما غبراء ليدا كل بعراب كده مش مريء وهم محاوي غبراء وفقراءهم فقراء الناس ضدك الصبول كأوي يو سعاليكهم ضدك هنت ذير جمع سعلوك جمع سعلوك ويسعلوك نوا فقير كأوي ومن لا يعرف عينه يروح عن برتس الأقون يروح برتس أن لجرنا إنه من أخلاطهم ضدك إسكا وقوم كأكمدة ضدك مسلمين تون مذوق سكرد حجرين لجرنين هيا غبرة الله يدا هذا والأمداد جمع مدد جمع مدد ويان وقرمد وهم أمدادنا العوان وتاجرياش والناصرون يسوق هلا كو كوه هلا والذين كواسو كانوا هن يمدون كو تاجرة أهلي أسوق قرمد المسلمين في الجهاد الجهاد الإسلامي أسوق قرمد أويس القرني دور مسألة إنه قتل ما معنا مسألة الكوبات ولا سكو خلافي ويس ما أحد جرا مسوى شيء كعروريد ولا سكو خلافي ويسو من جرا تاي مسوى شيء كو إمام مالك كلي يا وحده نل ويس القرن لم يتشره لم يكن واحد شيء يسونه وحبك ما تشره مالك زيد سؤرن شري ولم يطابع عليه وحكم راعينا مجد أهل الحديث واسك قال لحدين ولذلك إحنا معين وحورن شر واتشرا وحورن كوشه يدي الدقال كالسفين وعلي بل سعودي أهل الحديث سيداسي أبدايين تراجم قوني أيوه ليه وجود كسواسدا نينك وقود ترجمة دير وترجمة يستوى أبو النعيم في الحلية حلية الأولية وطبقات الأسفية ترجمة أبو قيم بضنبك يليها كآخرية هذا ضبها تان مسد الفاروق للحافظ كثير
حديث كان مكو مري لو حديث عمر طرق يسودني شواهد يسود الضلاي آد بودير يوانا قال لي أحكام تيسي حديث حكم كذا وقال لي وذات رأي من ذو رأي رز بيدع كتاب وكقر في مناقبي ويس القرني وأنا كتاب هذا في عن أصونا ولا أخي كرا تاو حق وجود كيسون مالك وحال وحن باري إنوسن حديث كأوسن هلين قصدان أوسن هلين وشيكادن بدن الله وضو ننكو هدو حوان عجب قبوها قصص كيسية أي زهد كيسية عمل كيسة دلغاشك وحديش وحوان مالك بن آدم ماها مالك وحب الله يابا يعود ما بتشير ننكا تشيكيسان ننكو وانين شيرو أهل خير والنبي وكتل مامي وعمرنا كدو عايستي تاسي مركوا شريتان كيسوا دكوسي مشغول ما إنه مسلم بابا كوكو فلان أحاديث أو حجيستي بخاري ولا ويدو حول حديث كأوري سنة كيس النظر بقى كتشرة حديث كأوري حفظه وحاجة حديث بقى ما وري نكلا أوي سمح نظرة بخاري هو ما وحن وحن جريم بات قال ليس أحاديث أوري محيط أحاديث النبي محمد كوري ما بجريتان لا يدي صحابه وحكوري أما قصص كيسية هوليه سنة وحاول نمك كوري جروا دوبين المهم حديث كان حديث صحيح ولذا تركت أقر من هيئ دول كاوي حلق سيدنا عمر باويرك اللغو بالله من لقبت وقد من عثمان با قبطي وحد ما يستري معاوية إذا كيس خيبنا مياه صاف جري المهم مركي أنصون نقول نيبو حانون صديبور ويسمان وحانون صديب فرس كي يقاذيك بو حميلي واي سانوسو ودني أولا بالعاد إسلام كسنتان أي تي على كتم هذا وورد أنت. مركان فرس كي كده جنون روك دجنون لا الحواشان وحما كسر بحنا يقول قبر قدن قبر محفور وقبر الديار سن سيفي عن لقاي حبال بلاش تلا ديري حال حالا إل وانا أكسن لقول نفتي بيد ديار سن قد مودميدين لقول دخل لقول تلا قلي كفن حنود كي بول بريه يا برفون كي لما رنجري غسلي لقد دادن جري روح للدقيم ميت كأود ديارسن هاو شبان كله فني وان هبيني قبر جبان وان كنت كني قبر جبان قليني وان كسو ضرر ما كان إن برسول سعني يوحان اللي بورنيك هاد مسلم كاي قيمها بدنا ماشان كحبا على قبر جيزي وبسكد وقول ولا جرام واي كراي تان كون نقولنا ما أستاني الصمد لو قرت أسمعين وان صون نقولنا قبر جبان ويني بوري لا أثر لا قبر ولا أثر معربل لا لا هذا ماشي حق دبوا النقطة حق ورجع إذن كلا الدرة وانكسر الرجل قصلاسي ويتمد بسنة لكن وذات كوتش رأيا وذات إخبار وخبر كيسير ككوفي عم بكوتش لكن ضعف لقوت المام قصلاسي واقصة لكن سيد الراجحة وحود انتي خلاف سيدنا علي وحنا كوشي ده دقال كي سفين يحن معين با حكومة جماعة من السلف با ومن الحديث با كنت أحاديث بضلنا معنا ويا كنت من ولبا وذات ريشام أو أها معاوية للسعودي أو سحابي أها يا مركي لسوس في طيبي وعيني أفيكم أويس القرني ركاسة لي نعم ما هو بتاني توصل وارك نبي محمد حديث هم مغلب الشيء كدمة وكسو وريجي عيدنك علي بكبر كبر كبر وكشيد إذن كو عصلا يقوتد عصلا إذا دقال لما يسيبوا أبان دولكا ويس القرني دقال كي صفي هل كاسونا كو شهيدو اللي قد لي سيدا الراجح واسدا مركا تريتان كسينا وان كهل الله يريد سينا وإذن شيئ حقا أساق مناقب تيسا وحبان إذن كسوة المامي نين آدي آدو سود بدن عبادة بدن قرآن آخرس بدن أيو أها وحو رسوء كتغي مجرو حتى إنو قرسدي لما شيئين هو يدي سو بار وقاها بي كل ما توقو حبالي أسنا انتو نولا مرو الدولو يرو مساد احتاقنا دو إلهي بريو أيو كل ما يستنولي شيسي الكاسونا كل شيء دي لبا عرمو عانكو أهامركا ويلقا مراتي عي كل قدد كي يقانو دنبا وحو أبا يدين أمار بالمعروف النهاء عن المنكر إنو ضدك مسلمين تخير كفرو وحماهنا كرربو عانكو أها وحو البول وصمين الدنك مالهاي مركل يرويك بابين ما تكد ديست حق إلهي ساري يقول هاي بان قدنا يا بودي شري قلبك عام بوكوها وحكوا عام كوها صدقة نين فقير وحبها يسنين بها لكن دعمها إسقوني ديق سنما ديق سنما ديق سنما نينكو قال لما الشيقين واحد ودي بتواب عريا مركا قاركو دواني قصوى الشيقين در لعام بوفر سنشري قوري قيسا
وحال الشيء إنه أن قلبي إدتك وهذا الكيسو الصاميو صاحب إخلاص وصدق إنه هذا الله الشيء وحال الشيء إن هبين والعبادة أقوله ولها وحدي جاء وكله وهبينك سجود مرك قاركود رجع صاحبي ذبح الشيء على هبينا قاركود قيام لك سنوكلك تسجود واحدة ولا ودي مرقاس الوحان مغلى ملائكة قيوا كم ذا سيسجودين بعدون كل قرعة هبين الركوع وقرب ما يسنا يهوشيسا هبين فرد يدعو وقعمها تاغو ومسلمين تدعو ملائكة أحواش هذا وكش يلوغش يكنجر وخصوص وحبدا كهي مركو حسكو دي جري هوشي ملق لوغش يقبا إنو هبين سمايو ننو عاسو أها سيدنا عمر نآد بوغا ورقبة انتو النولاء ورادين جري لكن أيوه مر لبا أن كل من بو أي عمر شهيد رضي الله تعالى عنه وارضاه ويسوا نكا سقا وحيسوا هذا نينك إن ديرك يا إدبك بناء الشيطان كون غضي وذاتك ما لك دم أنت عمر سير تكسر يقول يدعي وحلو كود عين لكن صد حاله هداد يشون بن كود عين بشرط إن صدح يشون هذيك الكود عين ماي كنا هباري ماي صدح للراوي وري الله مت مت به المهم الله بوشيء الله بدو نيجي شيء هاي نصدح للراعي حبت كتري شعز وعول جزء قرآن نصدح جور قفي جزء قرآن وصدح جور لقفي محاكسوا عريبه جزء قرآن وصدح جور لقفي محاكسوا عري مركز صدح الرمادو حبت كسيد ديس وحفي عن كم الصواري المهم وعول وحنكو قد عين بشرط إنات ألا تؤذيني فيما بقي هران وحي أتقصو تكت مريضي وعقله ما يصدق أنت لما نولش إن أنا ذي بني بلنقات وأنك كل شيء جري إمره يستقبلك كودي ذي كحجاب جري وأنك والله الله وحور ألا تؤذيني فيما بقي إيه إن هذا مرض بيجي بيني فابلن بوري وحكى إيه بلنقاتا إن هذا أشيء إن سيدنا عمر وحدين أحمر روح بن آدنا ألا تخبر أحدا بما قال لك عمر روح بن آدم يا الشيخ أنت النوشاي عمر روح وكويلي يروح وكل شيء يا أنا يقصب سنة معك بقايا سرت انتي بحضه إن لو صوف فكر وين رجع لهدي سرت بحضه ور مقر صومه واجد دمو النقضي نديركي ور لاركي بحاله ورواسدي وادي إنك دي بتشري وادي هذا دبها بلينا واسدي ومشوا مربى بركي سنة دبها تاجري ور عاموس ودي جو عم يقدون كواس بدلي أصعب بالله قد دبقة هذه. قولي يسيب وتشوق وعي. مساعدك والنفط الله وكاني. ما أنك وجود بيسي مساعدك بوكي استاجر حرم مسلميني. ودوينك مركان سعودي بكذا يقول بس إيجاد داعي. ندعى ويزو متابطة ميديا ندعى. نفط الله كاني. وحور مسجد ككلية أنكو قرنا. ودوينك إداعي. ما يالليلة. ما يشان أرانا. ليل كان هرسنا إنا. مساسها وينو بري. أقولون طيبة. dib dambe lama arag ash arag ugu dambeeyay aan loo ogaado dagaalka siifin baa lagu soo dhaxteegan rakoo xoo saaxiibna wata halkaas uu ku sheeday ninku qisada asal u ahaa xadiidka waxa ku jira masail dhowr oo banaanka iska yaalo maxaa kamida waxa kamida ikhfaa'ul ahwaal masalada ugu muhiimsan xaaladada wanaagsan ee khayrka sadaqadaada zakadaada quraan akhriskaada cibaadada rabbiga ugu dhawaanayso ha ku qarsoonaato waxba dadka ku baaranin hal ugu ogaadeen ka noqonin shayga khayrka ee samaynaysa ku qarsoonaado adiga rabbiga iska warqaba wixii sharciga ku kalifay inaad muujiso mooyeen wixii kale qarso sidaas ku jirta waxa kale ku jeesa mucjiza dhaahira min mucjizati rasuul alayhi salatu wasalam arin aan marka jirin iyo niman la aqoonin ayuu nabigu tilmaamay حق تفصيله كبحية لما يسترن سدي بين النقط عمرنا إنه الله كل ما الله شيء ونكد عيسى الله كل ما قيبتك عليه وحاكله كجرته إن مرك قاركود حونها كهيا قيبك كم إذا إله يقعد بان لدين صدق حسوسته إله النعمة دي سي أبالك كوك علي نكان إن كان أويسا مركو إلهي بري هاي وكبر هاي إن حنون كبرسك وكسي قاضو إلهي وكبر يو قدر روايات كلا عدي وبصحيح وقد إلهي يو حنون كبرسك إجا عافي وكسي قاض مذا بك ونكسنا إيسو علي يقول الرهب وحن كحسوس تأبال قادين نعمة هذا كحسوس مركز حلقو صور ربي ماشى حضن تأ يا إير لقو صور ربي
وأنا حديث رواية حاكمي أحمد بن عبديسي وميشونا ويسكو قرطي هذا لك عمر وشيغة إنا يتنبطة ونبيها وحول النبر كشيلن كالليعي يقصوها هاري أحد من آدنا أو أركي مجول لا حاس ولا هويو وحان نبي أهي أما ملقى هنا أغان كرم مجران برو وحين بلقوا أغان كري لأنه نبر كالك عدن تكويا الله يا أركي كرم أولي بأويسو كالكويا الله إلا دادك قول إسكا قاور إسكا ورتبا جري وفولون كإسكا برنايسان هاي سوسيدا ما مركا وحويل ميشا نبر كايرا إغو هاري أن إلهي كبري إنو إغو ريبو سان أحسوستو وحيا أن هانجري دبكي أهيستي براسكي ينعمدو إلهي إسيا قنكا وناكسن وحكو حسون إزا هل كان أحد من آدنا أركي متشربور إنو النبي مركا وشا كوشا يغي ساسا كو أغا معصوم با هوشا أغانكرا إذن دعاء حتى ضي مستجابتاي حونها قاركود إن باقي كوكو هذا إن دن كوتا لغايا ربي أتكو حسوسته إلا واد كبري هذه ستوسة لغو عافي وحاكو كجر صالحين تالو خير كإن لقد عيسو دعاء لغا طلبه وحاكو لو كجر أضو فضل بدون روح روح أتكفل فضل بدون تينا دعاء طلبان كرت حرو مسكين ورنو دعي وضي عام يسكا السنة وقيمة بدن وتصبح ير وريجية ير خير بدن هؤلاء كلام يكون أفيسنا ذا ورب القاع كسي ينود دعاء ما هكيل قانو ولا دعاء ليش باش الدعاء هذا دوس كمل يدي الله قيمه بدن مرة كقاركود ضدك كاهو سيا لقد دعاء استا سيدنا عمر يوز يفضل بدن باتفاق المسلمين عمر بفضل بدن ولذلك ينبغ أمر إن لقد دعاء يسمع حال صوبك محيط هاي ما بيحور دم عمر إنه واحد ترو ده في يوم حكود فينا يا دعاء الله أقبله مستجابة إنه كهله ولذلك ويس القرني طارا ويكوجت مركا حديث حديثكم مركا معاني بدن باكوجت انت ان كغتك ان شاء الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال انت انا كتك مسلي دمريد خير التابعين ميشان دم ميشان دم ان خير التابعين رجل يقال له اويس ومساله خلافيه جماعه من السلف وحي قبان تابعين وحا خير بدن سعيد المصيب سعيد ان المصيب المخزون بوا خير بدن احمد يا جماعه انا سدا كتغي قل لي وحيد ان تابعين وحا خير بدن علقم بن قيس ايو اسد بن زيد النخعي خير بدن قل لي وحيد ان ماي وحا خير بن سعيد بن جبير ايو حسن البصري المهم ولادنا وحو الى ايدي غب غبيه ريكوف وحيد هين تابعين وحا خير بدن ويس القرني الى كوفي بو هاي ري بصرنا وحيد هين تابعين وحا خير بدن حسن البصري ري مدينه وحيد هين ري حجاز تابعين وحا خير بدن سعيد المسيب هذا ترى حديث كان عبد أحمد ووريا في مسدد بالطريقين بكوريا محوغا اللي أحضي وحان قولي أحمد وحكوريا باللفظ من خير التابعين إن من خير التابعين قولي أشافعي إيو قولي حنابلي إيو قولي أشاعراء وحيلين أحمد سي حديث صحيح وقال لي حنكرا لفظي بس يقول أركين إن خير التابعين لفظي الصريحة أو نص في محل النزاع بابا يميدي سي احمد ودي كراسي سعيد مصيبه او خير بدر وحديثك او غبوداي وحالي ما صح عند احمد وما هي ان من خير التابعين رجل يقال له اويس من خير التابعين اذا تابعين ده خير كبن وكثر سين لفظ كين ما كين انه هي اخيرهم ما كين افضلهم انه موسى كين وحلو ان جمعنا ان نمي وكدايا حق جمعنا انسان حق علمك يا فقهك يا فهمك الدينيه وهو خير بنا تابعين سعيد المصيب الى ذي حق عملك زهدك تقوى حسابها ان نين كان خير بنا بيدين لو بغاريك مركه وا تفضيل بحسب مقامين نشر العلم يحفظه والروايات مركه لا ايغو سعيد با لمبركو ويا رجل لميدك علق ابن قيس رجاسا يا لمبركو لكن زهدك الدنيا كفغاشهيده يا برق والدينك يا هؤلاء اصلا وحال المركوه ويس القرني جمعنا وافعين يا جماعه من الشافعيه كنت جاي والعلم عند الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عمر وحوري استاذنت النبي نبي قال اذا ويديستي في العمره عمره انه يفصح نبي قال له ان العمره يستان رباها دي فصح وزير بؤها حق هيوها لتلي الرسول بؤها وان عروس ويسكدغاقي ما هي فأذن لي نبي وإي فصحينا عمر يستوى قال وحونا لا تنسنا لا تنسنا لا تنسنا هنقه المامي
هافن أنا جاي اللوبين يا أخي ولك وتصير تلطف وتعطف بالي هذا أغراض وحلو تصير يوم معي كل كلين باكم بذا يا بنية هذه بنية أخي لا تنسنا هنجاه المامن يا أخي ورالك يا رايو من دعائك الدعاء هذا وإحنا قدر بنبي علي يلي عليه الصلاة والسلام فقال وحول صوبنه عمر بغرنية فقال النبي وحول كلمة ويربو إلى النبي ما يسرني وسين فرحق لنا إنه ننشعلين أن لي بها أي ببدلها إن كلمة لا يقوب بدله الدنيا دنيا ضربة نبي ويربو يري برمالين كأن كفا سقادان عمر هذا ويربو يري الدون كورنا هذه لو بدل عيق قيمة بلنتاي وردوا محي رواية العدل لقوله يا أخي يا أخي إرجع النبي يسود دعاء ما دعاء يقول صدرت ما عمره هذا يقول بقى ومحي يا أخي نبي محمد ولا نبي كوك روا محي أخوة في الدين ولبا كل كلنا يجعل رأي كجر تولى يدي تلطف أخي لا تصغيري كلمة عمر هذا تعلان شري فقال صبان وحي يدي وكلمة ويرب يدي ما يسرني أنا انشعلن أم فرح قلنين أن لي أنوي هذا بها ببدلها إن لا يقول بدل أيضا الدنيا رواية لما طلع عليه الشمس قل رفع أصول بعض بقى وفي رواية لأبي داود قال وحوري نبيه أشركنا نوذاتش نقدر يا أخي ورالك وفي دعائك الدعاء هذا نو حول حديث صحيح وي رواه ابو داود والترمذي ووري وقال حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح الترمذي يري ابو داود نو كاموسي سند كان ودا ليلى عاصم بن عبيد الله با كجرا عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي با كجرا من كان وضعيف جمهور اهل العلم انه ضعيف اي قبان ضعف وسنه ومن حيث حفظه من حيث حفظه وضبطه أي ديانة دي سماها أي عدادة وحق حفظ دي سيضبطي خغير بطنين وعجل كميديا وحيدا ولا بأس به ننك مرك حديث كيسو سيصح يكون نغض النووي ترمذي أبو داود سكت عليه فهو صالح عند أبي داود ترمذي نوى فرمي نونا وكل راعي وحا حديثك أصلاك كقاضان إياه لبادي حلق وضعتك حديثك أغوية قانا أغوية قبضنا صفيان الثوري إيه شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر عن عمر وي عاصم بن عبيد الله بن عاصم وينكم مقعيسو وأنم عمر أو إيهاي ننكو عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر عاصم عمر بارلي عاصم كضمب عمر بارلي عبيد الله بن عمر بأوه هنا وأه ناد فانتين بيلتاي ويلك عاصم ما مكب حلويا أو لباد بحلويا حكورنا مرك حديث كان يما إلما أذيري هين ولا يده هذا سالم ابن عبد الله عن نبي عبد الله بن عمر وعاصم مرك أونا قنية أذير أذير بويا هاي يكورنا يا أوجي عمر هل هو قاب كاس مرك محاكي يعني مركة سفيان الثوري والشعب ولو شعب وحوري انتان حديث السنة ويدي بان كتقي عاصم بن عبيد الله وامتحان جري الرواد يرقى حديث وريع شعبوات قانان سنة ضمان بان قصو الله بطي سيدي بيقو وريعي بولي سيدي بيقو وريعي لفظي أشركنا أنكلي بحكب بدلي ماشي لا تنسنا بأشركنا في دعاء كيري رواية أبو داود سيدا صحيح إذا وحوت المام يا لفظي مطلق أنكو إنو هيي بشعب قوت المام المهم ومن حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر وي محاكي يعني مركة حديث النوع عاصم إن شواهد لهي إيه طرق بدن آن لهي إيه طريق لبعض حتى محفوظة مرة إن أبو داود ترمذي نووي أيضا وفيرم وون أقي هاي نكلا ترمذي أسقى ضعيفية عاصم بن عبيد الله أسقى ضعيفية جامع سوق ضعيفية مع سليده وحلو يقان مسألة ذكران كلا الله وحلو يقان عند المحدثين نمان كاسك كوا تقالين كاسك داي هندسة متأخرين تقريب ككدولة تقريب التهذيب ككدولة كاسك داي وحلو يقان الانتقاء من حديث ضعيف إن أتكد ورطوت كحولته نينك ضعيف كحديث كيس أنت صحيحة نين ضعيفة أي وحي محدثين تصوص الحاريان إنه وري أحد صحيحة وأنا ضعيف دو ويكسر يعني
intana afayo inta kala waa ka qacbeelay nin beenaala iyo hadii hebel wuxuu been sheegay maanta run buu sheegay sid koogaad haddii hebel waa beenaale magaciisa wixii ka dambeeyo dhan waa been baad magaca hebel hebel wixii ka dambeeyay kiri uf dhabaad maalin damba waxa la dhigay sheegay baad cuskan oo qabsan waa lugu la yaa hadii maanta waana ku ogo hawla badan qaraa'in baa jirta he run buu sheegaya waqad yasduqu الكذوب طيب صدوق انه بين شغله لا يابا اما تعمدا واما خطا لان معصومه قرائنتك انت ان كان ضعيف حديث صلى صحيح واحمد كو ومن حديث ابائه ورته وحديث ابائه وكورنا حديث ان اذيركي اذيركي يا اوغي نينك رجع انا مناقبتي يا فضق او يا شغو الى اللي وحفظيا كل نين ولبا aabaha wanaagga laga sheegay ayayda iyo awooga ay wada haysa ummad kale wuxuu ma haysid waraabaan buu ficilad waro ma hay laakiin aabahi wadii laakiin ninka raga marka wuxuu raadiya oo wariya oo dhowra inta badan manaaqib aabaahi wa ahli bayti xadiidkuna waa min manaaqibi ali umar ibn khattab wa awoogi manqabadiisa ba ku jirta oo nabigu leeyahay soo ducee ducada igu soo dar iga warqab عمر نبي قلنا أنفعوا الربا لأن نبي قلنا دعية أصغى شقيست الله وحلقوا تري نبي محمد أن تري هذا يدن قوتا هاي طيب بن كلبا كان فعده قاوا قضب قضب كلبات ضعف جنين كان ومن حيث حفظه لا ديانة دي سي عدالة سواء ننفي عن حقوق فهم دي سي قبشة دي سن حقوق بطنين حديث كان وحاكوك تقضب صدحا وكينا يئن لحفظيو حديثك إذا تضمن قصة فهو أجدر أن يحفظ إلى المحدثين النقاد واوين هاد واحد يقول قصة وطو قصة حمبارسين يا أي أنت بدل الله ما هل ما موال لقبتا دعدوينك وال لقبتا قصة واحد يقول وطا عمر باد دون إنو بحو نبي محمد الدعادة هاي قال الله من حجك هاو القصة وي عمر النبي إذا ويديستي إيو عمر نبي محمد يدعي له إذن الحديث إذا تضمن قصة فهو أجدر بأن يحفظ بين هذا inahaas markay eegeen bay xadiidku qodobka afraad u dambeeyana macnihiisu wuxuu waafaqsan yahay shariicada lafdigu surakaaka kuma jirto macna munkarana ma xambaarsan inahaas isku dareen bay xadiidka xoojiyeen tirmidhi tasxiixiisa iyo sukuutka abu daud wax khilaafsan oo kalena ma hayno wadaadaha dambe mutaakhiriinta warkooda macna badan ha u sii yeelin yaa waa qarina culus laakiin haddaa iga diido رجا هوري يقانين عاصم عبد ضعيف يا شيخي با حجيستو صحيح يا لي رواية الشعب والثوري نوى تقوي من حديث الرجل توا لا خلاف في ذلك وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحكوا حديث المركة طلب الفاضل الدعاء من المفضول الله السرية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام حرت هذه الصحابة هذه يسود عينا تلاتين سن وحو ليس لها هاي ويسن قبل هاي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحو يري كان النبي نبي وحو عليه الصلاه والسلام يزور كي بوقدا قباء مسجد كليدادو بوقن جيره مسجد قباء بو نبي بوقن جيره راكبا اسو غاديد سارن يوا ماشين اسو لوغين يبا فيصلي وحو كنت كان جيره فيه في مسجد قباء ركعتين بو كنت كان جيره متفق عليه والله اسكو وافق البخاري ومسلم باسكو راعي وفي روايه كان النبي نبي وحو عليه الصلاه والسلام يأتي كيتغا مسجد قباء مسجد قباء مدينة كويا اللي درفتي هذا أي تجري كل سبت سبت كستا سبت والبو أسبوع وكبل لوضو أي تجري راكبا أسوق قايد تناضوه له وماشيا أسوق اللغين أبو آدي جري وكان ابن عمر عبد الله بن عمر نوحوها يفعل كيسا يلو أسوقنا سبت والبو آدي جري هلك أيضا مركو جانس شيلو حديثك مركو حكو جري أسوقنا إن لبوغضه أما كنت يقوبها فضيق بضن لأن مسجد قباء ومسجد أسس على التقوى أي كمد يهي وحاك لو كجر حال النبي يقول إنه ما لها فضيق بضن بوقن شري راكبا وماشيا وحاك لو كجر جمهور العلماء مثلا مهم جدا جمهور العلماء وحيد وحاك لو كجر أعماش قاركود وناكسا إن هذا حل قونا أصمين كرتو أذيك كل بكان شهادي وقت هذا ما كان يكتو هذا كان شهادة إيه وقت هذا مركز القيمة يسو إن هذا شيء وناكسن سمينتي الوقت أصمين كرتو أظن دون إنين أنتوغن إنين فضل وقت عليه
سبت بقى خير بدون أمس ما ينزل جمعة خير بدون أمس ما ينزل لكن هذا فراقة هذه يا كنشاد وقت هذه بوحلي ضاي ما نك سبت فراقة هيسا جمعة فراقة هيسا قرآن كي بدور جزء تبين جزء آخر نيسا ما نك أهل خير كتصوب بقن قرابة صوت سلامي ما عارفتي أصحاب صوت جاري يعني إن وقت معينة حل محددة الأصل من إنسان كرتو أعماش قاركود كان شهر يا أختي قال الله كقيمين أيه أنسجونا وقت يا مالك يا هبين كانوا جوريين عباده جمهور العلم واسدا كنت جاي مالك يا وداد أرض يسا خلافي أنا وحلوي حديث كذي سوق قارن أدب الله عز وجل صواب كأن النبي يقول إنه سبت ذا كأديو وذا دوح إليه مالك يا حافظكن ورجحها ياي النبي يقول حمالك سبت ذا رقبة أبو قنشر أنا آذي جري إنه أنصارتي جمعة السود كان ويدى إيه حنون ستي أما مشغولي وصاب وقده حريريو مش مدينة كسوق قلي مش قوري سنة كأساسي يعني من كريه بن عمن عوف قيمها بالنبى الدجانا حريرين وتشي وناكسنا قرب كي يقعد لما دي قدي حياة أنصاري النبي أيو تيان شروا صوب وقن شري حريرين بيك آيد بالدليل بولا يا حافظ كن رشد ليهين نبغى حكوب بيجي سبت وكذا جاي لأنه جمعة يمن شري إلى الدرفة كي من جن أنصاري مسلمين جمعة نكون النبي وكوا وحش كذا دعين شري إنه أما صفر كم مغني هاي أما وحان ونسان هاي وبوقن شري أهل كود يركي أنصارنا وي كنت لقي جت النبي ويسوريين شري ويسود وين شري ما نكاسو كلي قال يحلي ما ينو كسو تكذو سفر شري يا أنصار بحريرنا يي يا ما يجوب تفبر كيسن درت هذا أيو آدي شري أنت والله شجع لكن من حديثك كما إيمانين والله سبحانه وتعالى أعلم. وإياكم.